السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اجيتكم اليوم بوصفة كتير ظريفة بالقناة، هي بدي اتبل باطة الخروف واعملها بالفرن. رح فرجيكم هلأ الطريقة. هي طبعا البهارات هاي اختيارية. لتتبيلي من اساسياتها هي الزيت ومعلقتين الخل وال بتلك صوص، هذا الكريم التوم، يعني بيجي كريم توم، هو كتير كتير طيب، بيطلع بتتويلة الشقف أو باطة الخروف. عندي هو الفلفل أبيض، عندي إكليل الجبل يلي هو هون اسمه روزماري، عندي فليفلي ناعمي مطحوني، وعندي بهارات اللحمة وتوم وبهارات الماجي يلي هي مثل ما قلت خضار مجففي. وهاي هي تتويلتنا، ونفرجيكم كيف رح نبلش فيها. اول شيء رح حاول اني انا ثقبها للحمه. انا اصلا مخلاها بالصينيه مي، يعني انا حاطه فيها مي اصلا، لانه انا هلا بس تبلتها. هاي سمعين نزله لتحت قد ما بقدر. هلا دقت بالعظمه، عم تدق، عم تنزل للصينيه لتحت، نخشها كلها هيك ابدا. بقى بدي انتبه بعد ما نخشتها هيك من كل الجوانب، حتى من تحت من على الاطراف كلها نخشتها. بهرس الثوم وبشركها بالثوم كلها، وبدخل بهاي الشقوق اللي انا شقيتها، بدخل ثوم مهروس. انا هاي طبعا غسلتها، بغسلها وبعدين بحطها اشتغل فيها. توم كتير بيعطيها طعم طيب. هلا انا بتبلها، اساسا بتكون لسه قلبها متلج، وبحطها بالبراد لبكره من بكير ان شاء الله بعلق عليها باذن الله تعالى. شوفوا بهذا الشكل، دخل هيك توم، فركه كلها بتوم من كل الجهات. من تحت فيها تلج، يعني انا قلت لكم لاني بدي احط فيها، بحط لها بالصينيه مي، فانا اصلا حطيت فيها هلا مي مشان احط لها كمان، بدي احط لها كمان دمعه مي، وغلفها وان شاء الله على الفرن. بتضل على تغليفتها بعد ما بتطلع من براد، ما برجع بفتح عليها وخلاص. هي كل الشقوقه عبيتها توم، وهلا بحط لها شوية كريم توم. قلت لكم هون اسمه فيتلوك صوص، كتير كتير طيب. كمان هذا نفس الشيء، حاول دخل بالسكوبي كلها. هذا اساسا في رشة، في نكهة الملح، يعني مانو فاهي، فانا باخر مرحله بحط له ملح، وهذا بيعطيه استواء كتير كتير طيب للحمه. يعني انتم اذا بتكون حتى تبلوا لحمه شقف، حطوا له من هذا الكريم التوم، موجود بكل المحلات، يعني بكل البلاد موجود هذا كريم التوم جاهز هيك، يعني حتى بمحلات هون السويدي في نفسه. انا هذا جايبته محل عربي، لكن هو موجود حتى بالمحلات السويديين. وهلا قلت لكم في عندي هاي بهارات اللحمه، كثير طعمتها طيبه. برش اللون، برش لها بهارات اللحمه، برش من كل الجوانب، كمان كثير كثير طعمتها طيبه. كمان هاي موجوده بكل البلاد العربيه، هاي الماركه اساسا معروفه وموجوده. كمان هاي البهارات فيها ملح، مشان هيك انا بخلي الملح لاخر مرحله. هاي كنور معروفه، ورح احط لها فليفله حمراء ناعمه. هاي الكميه هلا بفركها من كل الجهات، ورشه الفلفل الابيض، والكميه اللي حطيتها هي مشان هلا افرك من الجهتين. وعندي هون اكليل الجبل، اكليل الجبل كتير 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 طيب باللحمه. ورح احط بما يعادل يعني معلقه خل،
هالتفاح. وهلا برش لها بودرة الماجي. هاي رح تعطيها ماني تمليحة ظريفة. وبشوفها أنا هلا إذا بحاجة برد بحط لها شوي تاني ملح. هلا رح بفركها كلها بالتوابل وبرجع بفرجيكم إياها قبل ما أغلفها. وبعبي هيك ما بكتر لأنه هي أساساً الفتة الخروف يعني هي أساساً يعني عليها طبق الدهني وأنا تركتها بكل دهونة فبدهنها دهن بالزيت. أنا ما بدهنها قبل لأنه الزيت ما بخلي التوابل تلزق عليها. بدهنها بالنهاية. وحطيت هون في هون ورق غار. لو عندي روزماري أخضر كنت حطيت على عين ثلاثة بس ما عندي. ونسيت أقولكم على برشة صغيرة من جوزة الطيب. ما بكتير يعني أبدا هيك نكهة خفيفة. شوفوا شقاد يعني رشة صغيرة وهدول بيعطوها نكهة كتير طيبة. رح أحط لها كمان دمعة تاني مي لأنه قلتلكن أنا ما بدي أكشف عنها خالص. رح أغطيها أول طبقة بورقة زبدة. بعد ما غلفتها بورق الزبدة رح غلفها بالقصدية. بغلفها بأكثر من طبقة هلا أفرجيكم. فوق الورق الزبدي غطيتها بورق القصدير وهي طبقة تاني كمان مشان الهدف اني احفظ بخارة بقلبها وتاخد يعني تسوي ظريف البخار. وهيك انا غلفتها باول طبقة ورق الزبدي وطبقتين قصدير وبالاخير مشان ما يضل في كنت عملتها طاقين فيبين جنب قمت حطيت وحدي فوقهم. ورح استودعها بالبراد لبكره ان شاء الله بعلق عليها ونعمل جنبها رز ابيض ان شاء الله نفرجيكم الطريقه. وهيك صار لها هلا بالفرن نص ساعه. بعد نص ساعه انا هديت عليها الفرن على 150 خليها على 150 وبتركها بقى بنساها لحتى يصير وقتها ان شاء الله بفرجيكم شو بعمل معها فيها. وهلا رح فرجيكم كيف بطبخ الرز الابيض. الرز الأبيض بيتقدم جنب كتير أكلات منها إذا كانت مثلا من الباطة هلأ بقدم جنبها الرز الأبيض. في أكلات السمك بقدم جنبها رز أبيض. ما بدها شيء كتير رز الأبيض. عندي كاستين رز بسمتي طويل. عندي زيت بحب أطبخه بزيت الزيتون. عندي شقفة بصلي عود قرفي ورق غار حبهال حب فلفل كامل. هدول العيدان العود القرفي والحب الفلفل بالهال رح حمصهم وبعدين حطهم بهاي المصفاية اللي قلتلكم عليها مشان ما يضيعوا بقلب الرز ويلاقون الاولاد وفي يعني ما بيحبوا يلاقوا هيك شغلي بالاكل. فانا بحطها بعد ما بحمصها مشان تعطي نكهة قوية بحطها بقلب المصفاي وبدها ملح ومي اكيد وفرجيكم الطريقة ان شاء الله مع بعض. وهلا بدي حمص التوابل اللي عندي اللي قلت لكم بدي حمص عود القرفي حبات الهال وحبات الفلفل الكاملين ما المطحونين. رح حمصهم شوي عشان يعطوا نكهة اقوى وبحطهم بقلب هاي المصفاي. هاي المصفاي خصوصي انا جايبتها لهيك شغلي حط هاي التوابل بقلبها مشان ما تطلع بقلب الرز بيتم شي حدا وتزعجه. وهلا رح احرق الفحمة مشان دخين باطة الخروف ورح احرقها على الاخر وحط زيت بالفنجان وحطها بقلب الصينية ودخنها وبعدين بعطيها تحميرة مشان كل الخواص اللي فيها الزيت والتبلي اللي عليها تصير طعم تدخين واقدر وقت حمرها حط من الصوص اللي نازل منها حط عليها وتتحمر. وهلأ مثل ما شايفين يعني أبدا مو لقياني. إذا بكمش العظمي بتسلوت
بقى هلأ رح دخنها وسكر عليها ورجعها على الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. خلص هلأ رح نطبخ الرز. نزل البصل المترومة عشان بصلي ناعم. للي بحب الرز المدخن فينكم انتم من الصوص اللي باللحمه اللي دخناها فينكم تاخذوا من الصوص تحطوا على الرز بيعطي طعم التدخين كمان. هلا رح فرجيكم. وهلا نحوس البصله رح احط ورقه الغار. وفي عندي هاي اللي قلت لكم عنها التوابل الحبوب اللي انا حمصتها شوي عشان تعطي نكهه. وهلا بكتفوا المي. وهلا بعد ما غسلت الرز نقعته وغسلته رح سقطه فوق المي. وهلا هيك بعد اكثر من 7 ساعات طبخ شوفوا كيف ما احلاها. هلا مثل ما بيقولوا من دهنه سقيله. هلا من هذا الزيت الموجود انا بصير هيك عليا. يا سلام طلع غير شكله. وهلا بهاي الاثناء بهدي عليه وبتركه. بهاي الاثناء كمان عند ما بينشف الرز بحط من هذا الزيت والصوص اللي على اللحمة بحط منه. وهيك نتيجته للباطة النهائية. وبقدم جنبه لبن على طريقة أهلنا بدرعا بيعملوا هيك لبن بسموه شاكري مثل لبن الجميد. النكهة كتير طيبة والدقوس الخليجي. ونمتبل هو من الأساسيات والرز الأبيض المدخن. شفتوا طريقته معنا بالفيديو وهلأ مفرجيكم كيف الاستواء. يعني عن جد شيء مذهل. وهاي اساسا شفتوها كانت معلقة بالفخدي. وان شاء الله يا رب تنال اعجابكم. عاد ما بتعرفوا وصفات اللي تجربوها يا رب تجربوها وان شاء الله تنال الدعاء. وشوفوا اللحمة كيف دايبة عن جد ولونها ما احلى ظريفي. جربوا طريقتي وان شاء الله يا رب تعجبكم. ولا تنسوا تحطوا لنا لايك وشير والضغط على زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولا تنسوا تزوروا موقعنا وتتصفحوا كل الاخبار الموجوده فيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.